يا عسل، يمكن صاروا هلأ مليونين مشاهدة على يوتيوب. ليش قررت ترجع تصورها؟ اجبنا بس نجح غنية خلص. أكيد أكيد، هي المفروض هلأ احنا ما حدا عم يعمل أصلاً كليبات. نزلت الحمد لله يا عسل على طريقة روتانا، خطة كتير جيدة الحقيقة. وفي الشباب اليوم، الجيل اللي هو بيلحق السوشيال ميديا واليوتيوب والإنستا والتويتر، هودي كمان بدي أنا أهتم فيهم. يعني لك أنا عندي جمهور معين بحب حافظ عليه كمان. للسبب ده اختار وليد توفيق انه يصور فيديو كليب لأغنية يا عسل، واختار للخطوة دي المخرج جاد شويري من بعد ما نجحوا مع بعض في المشروع الغنائي دكتور في الحب. حب كتير الأصداء، وكيف طلع هيك بلوك شبابي بقى هالمرة اخدناه شوي بعد أكتر أبعد إذا بديك بالهيك بجرئة الشكل يما اللوك على قليلة. وعلى ما يبدو إن وليد توفيق محضر مجموعة كبيرة من الأعمال الجديدة لجمهوره. في عندك 4 أغاني ميني ألبوم، هلأ صورت 2 منهم، والاثنين نعرف شو مصيرهم؟ الاثنين حنمشي على خطة هالشركة الكبيرة روتانا اللي هي ليركس فيديو، ومنشوف لوقتها. وكملت ندى حديثها العفوي مع وليد وسألته عن رأيه في أعمال النجوم الأخيرة. مؤخراً أي غنية لفنان تاني لنجم تاني لفتت لك من هيك انتباهك وحبيته؟ والله ليك أنا بسيارتي بسمع القديم تكون صريح، لكن لفت نظري السنة عربياً المطرب عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد، لأن دايماً نحكي عن مطربين لبنان كأنه لا، نحن ما بننسى كمان الأصوات الخليجية العظيمة مثل عبد الله الرويشد بالعراق، كاظم، عندك ماجد المهندس كمان عم يقدموا أعمال كتير حلوة، عندك محمد عبدو الله يطول بعمره قدوة لألنا كلنا، في شباب عراقيين طالعين جديد كمان رحمة سيف نبيل. إن شاء الله ما أنسى حدا، الواحد بس يفوت بالأسامي هيك بيصير فيه. بس اللي أكتر شي السنة بدي أقول له اشتقنا لك، غبت شوي لكن دلت بقلوبنا، اللي هو المطرب الكبير عبد المجيد عبد الله. حلو حلو. ديو أليسا وسعد المجرد. حلو حلو كتير كان. حبيته للجو. حبيت. وعلى سيرة الديو، أكيد خطر سؤال على بال ندى. إذا بدك تعمل هلأ ديو سون، مين تختار، نجم أو نجمة ومين؟ أنت سبقتي بكن، مع أنه حدث ما لازم أحكي عنه. أنا سجلت ديو مع صوت من حبه كلنا يارا. عندي ديو مع يارا، ألحان سليم سلامة، توزيع مصطفى عبد الرضا، وإن شاء الله قريب تسمعوها بصوتي وصوتها. كتير حلو. شو اسم الغنية؟ كل عام انت حبيبي اسمها. هي أغنية معمولة خصيص لمناسبة، وانطرحت انه تنزل للناس يسمعوها. زوجة عم تقول لحبيبة كل عام وانت بخير، صديقة عم تقول، يعني حلوة. هي أغنية مناسبة، انا عملت الميلاد، هلا عم نعمل للزواج. هابي بيرثداي ماما. هيدي ماشية، هيدي شو تسميها الغنية؟ ما فينا، هي نعمة من ربنا.